كاين واحد المثل يقول there is no substitute to hard work when it comes to success. ياك إذا بغيتي تكون successful person ضروري من واحد ماشي صغير واحد البورسنتاج كبير ديال 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 الهارد وورك. وهذا الشيء هذا من المنظور ديال ساعين. الا جيت ندوي لك من المنظور ديال ديفيد غوغنز ميري فاكينغ كريسمس نقول لك شوف يو غاتا ورك هارد. هذاك الانسان كيفكر بحال هكاك علاش؟ لانه هو في المدرسه كان كيتبوليا كيبوليا وكيقول انت مكلخ عندك ديفيكولتي في ليرنينغ. هو الناس ما عارفينش ديك الحياه اللي كان عايش هو في صغر. هو وسط الوالد ديالو كان ابيوزيف ياك. هو كان صغير كان كيضربو فهمتيني. واحد خوه هذاك بوفري باسيف من الصغر هذاك شاف داك الشيء ويتخلع. ديفيد لا ديفيد داخل ديالو كان فيه ديك الانجر كيشوف با كيضرب مو كينقص فوق الدار ديال با وكيبدا يسقلي كيشدو با وكيحيد الصمطه وكيبدا يبرك عليه. وعطي واحد الوقيته تخيل معايا 7 سنين كيضرب فيه با بالصمطه وكيدير في با هكا تيبكيش. قال لك بغيتو صغير وتولي قاسي هكا وتخيل معايا. المهم هذه قصه ديفيد غوغنز فاش كان كيقرا في المدرسه كان عنده مشكله ديال التعلم. ديفيد غوغنز وصل للثانويه ومازال ما كيعرفش يكتب مزيان بلونغلي هي اللغه ديالو. اشنو دار هي فاش صافي واحد الوقيته كما تيقولوا طفح الكيل. هو يجلس مع راسو جلس مع راسو شد الماكينه دخل الدوش دارك في المرايا كان صاحبي بحال هكا كيلبس الحوايج لارج وكان شي تحتينات كيدير ويدخل هكا ويقول تما فاش دوا مع راسو شاف راسو ويقول سمى راسو قال اسامي اللي قدرت تسميهم سمى راسو ويقول هذا الشيء ما خدامش ليا ويشد ديك اللي سميتو تريمر لا ماشين ديال الحسانه طوندوز طوندوز وي ويحس من عنده 16 عام وهذا كيقرع هو ما قرعش هو عنده الشعر وهو تيقرع هو كيقرع 16 عام بدا كيحيد شعره ومن تما غير الحياه تاعو. تخيل معايا في 6 شهور ولا كيتعلم يقرا عاتي وتعلم يقرا تعلم يكتب. ولكن كيفاش دار داك الشيء؟ هو كيقول لك انا نوت سمارت ولكن كيقول لك في هارد ورك نو باري كان اوت ورك مي. اش دار؟ قال لك الا كان دوك الدراري اللي كيقولوا راسهم سمارت كيتعلموا بالفهم في القسم انا ما كنفهمش مزيان غنجي للدار وداكشي اللي تعلموه ما في القسم غنكتبو انا 100 مره. بحال هكا كان كيدير العقوبه لراسو كيجي للدار وكيجلس وكيكتب داكشي 100 مره. نفس الحاجه المعادله ديال الماط كلشي الحوايج كلشي اي حاجه هادشي باش تعلمها ولكن داك البروسيس اشنو خصك؟ على المشكله الا كنتي نوت سمارت ماشي ذكي مزيان وكتبي دير هذا البروسيس هذا الدماغ ديالك ما يقبلش. علاش؟ لان هذا راه عذاب للدماغ. انت بواحد الطريقه غير مباشره كتعذب دماغك. ولكن الا كنتي كتشوف راسك انت كتعذب دماغك الدماغ ديالك يربحك. شوف الدماغ ديالنا شوف the brain will always win. الدماغ ديالنا غير يربحنا ديما. علاش؟ لان الدماغ ديالنا كيعرف مناش كتخاف كيعرف كيفاش كتفكر كيعرف فين كاين الكومفورت بوزن ديما عنده لافونتاج عليك وديما صافك واحد الموف. دونك انت شتي جيتي للدار وبغيتي كتكتب داك الشيء مزيان واحد جزء من الثاني خدتك على الفكره ديال انك اش كتخربق راه كتعذب في الدماغ وكتخربق الدماغ ديالك هي ياخذ هذيك وغيلعب غيلعب ضدك هذيك واحد الورقه الاحتياط في الطبله ويهزها هو ويجبدها ويقول هذا الكارت هذه اللي كنت نتسنى انايا وغيقلب الامور بحال هكا كنتي راه بحجوج زيرو خسرتي بثلاثة لواحد كنتي راه بحجوج زيرو خسرتي بثلاثة لجوج الدماغ ديالك كيقلبها يقول لك بلاتي وهذا بعد السيد هذا عطاني فين ندخل انا يقول لك وييه راه كتعذب في راسك اصاحبي اش بغيتي هذا الشيء اصاحبي اش بغيتي كاع انت هذه القرايه شنو درت لك اش غادي سميت فهمتي هكا. المهم مثلا هو كان كيقول لك لا انا كيقول لك اون فوا كنشوف الدماغ ديالي بيرجع يديني للجنب اليمن قال لك العوام كنكتب 100 كنكتب 200 قال لك انا كنعذبو قال لك حتى صافي الدماغ ديالي ولا انا كنكونترولي هكا باش تعلم هكا باش نجح في الامتحان ديال السيلز دوزو جوج المرات المره الاولى جاب فيه 46 هو خص تكون عندك 50 مينيموم هو على 50 على 100 جاب 50 بحال هادي 5 على 10 المره الاولى جاب 46 ما نجحش المره الثانيه هذيك المره الثانيه غيدوزو الا ما نجحش غيسميتو. تخيل معايا كان كيجلس في الدار عندك البيكالا بحال هادي اللي عندك الكراج لتحت مع هو كان غليظ وخصو يطيح الوزن وخصو ينجح في الامتحان كيشد دوراق كيبدا خدام كيبيكالي والعرق قال لك الورق قال لك يولو كيفزقو قال لك كنحيد داك وكنعاود نكتب عاوتاني كيفزقك حيد داكشي كنعاود نكتب عاوتاني
هنا كيبان لي انايا هذا قلت لك انا دابا عطيتك وجهه نظر ديالي. انا كنامن بان خص يو ورك هارد وما غتجمع الاكسبيريونس والنوليدج خص تورك سمارت. علاش؟ لان سينو غتهلك الدات ديالك وغتهلك الصحه ديالك وانت باقي صغير ولا مازال ما غتوصل 60 عام ما تشدش لها تريت غتبقى باقي مكولي وباقي خدتها. هذا من وجهه نظر ديالي. وجهه نظر ديال ديفيد غوغنز كما قلت لك اللي انا كنت انسباير منه مزيان خصوصا في شي حوايج هو يقول لك لا يقول لك الحاجه اللي غيديرها واحد تيوع عند راسو سمارت نقدر نديرها حتى انايا. ولا هاد السيد هذا كيقول راسو سمارت لان الذكاء ديالو طالع انا غندير نفس النتيجه اللي دار هاد السيد هذا ولكن بالورك بسميتو بالهارد ورك. هكا كيفكر هو. هادشي اش قلت لك؟ لان شفت واحد السيد كتب لينا واحد الكومونتير قال لك ودي لا ورك سمارت نوت هارد. انا كنامن بان شوف خاص تكومباينيهم بجوج ياك ولكن في الاول خاص تكون عندك 90% ديال الهارد ورك خاصك تدخلها. لا ماقدرش قال امبلمنت 100% ديرها امبلمنت 90% باش خاصك شوف راه ما يمكنش توركي سمارت شي حاجه انت مازال ما عارفهاش كيفاش كتخدم مازال ما درتيش الورك ديالها مازال ما حطيتيش فيها يديك وعرفتي كيفاش كتخدم عارف ستركتور ديالها ما عارفش كيفاش كتخدم لان ما عندكش اكسبيريونس فيها. ما يمكنش تفكر في اساليب كيفاش تجنب داك العمل الشاق وانت مازال ما درتي داك العمل الشاق. وهنا فين كيوقع الغلط الا بديتي تفكر دوك الاساليب كيفاش تجنب العمل الشاق وانت مازال ما درتيش راه يو نيفر ستارت. غتبقى واقف في اللور وكتفرج الناس كينقزوا وانت كتفرج الناس كيبداو وانت باقي كتفرج كتقول لا وانا خصني نتسناها حتى نشوف كيفاش ندير سميتو وهادي بدات اوبسيرفي الحياه تاعك كامله كدوز ولا عمر كيدوز. فصديقي انا كيبان لي لا هارد ورك اولويز بايز اوف اصلا ديما شوف هادي الصاد ما كاين منها لا مفر منها لا مفر منها صديقي. شي اللي كتخدم هارد ورك يو ويل شوف يو ويل جيت بايد صاحبي ويو ويل جيت بايد مزيان.